الكرام في فقرة جديدة من أكلات شعبية. اليوم عندنا نوع من أنواع الحلو من المطبخ الشعبي السعودي. قبل ما نعرف إيش هذا الحلو راح نرحب بضيفتنا من ضيفتنا أم سعد. هلا وسهلا فيك. هلا وسهلا بحييك مرحبا. يا هلا فيك نورتينا اليوم أم سعد. بوجودكم الله يحييكم. أم سعد شكرا على الأجواء الحلوة هذه. الله يحييك. الله يسلمك إن شاء الله. أي والله أجواء حلوة مع البرد هذا ومع الشتاء وهنا ترى البيوت الطينيه دافيه كمان. لا والله ما دافيه. أيوة. ومره حلو الجو. اليوم ايش الحلو اللي مسويه؟ والله اليوم عندنا عصيده بالتمر. عن الجو بارد وهذه الاكلات في البرد مطلوبه يعني. فراح نعلمهم ان شاء الله على طريقه العصيده ان شاء الله. اللي هي مكوناتها طبعا التمر. هذا طبعا التمر بعد ما يتفصفص من العجل شو اسمه الفصم حقه وهنا ينهرس. في ناس يعني يهرس كذا، في ناس يحطه في الخلاط مع المويه نفسها يعني. نحط عليه ايش؟ سمن ولا مويه؟ لا لا ما نحط على اي حاجه. لا ولا اي شيء لانه خلاص بيصير في العصيده نقدر بعدين نحط عليه ممكن على الايد. سمن صح؟ وشي ممكن على الايد نسويه؟ اي باليد. بس على الخلاط؟ لا 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 باليد. احنا اليوم مسوين عشان نسويها باليد يعني. طبعا هذه التمر طبعا. اي هذا التمر. هذا التمر طبعا راح نضيفه في القدر، راح نضيف عليه ان شاء الله كميه يعني. معينه ولا على حسب؟ والله على حسب ما تبغين يعني. الحين القدر هذا يكون على النار. هذا القدر هذا يكون على النار. تقدرين تحطين مع يعني تقريبا كاستين تمر، عرفتي؟ تقدرين تحطين كاستين تمر معاه يعني. طيب خليني قبل ما نطبخ الطبخه نقول المكونات. حطينا طبعا هذا التمر اللي هو كاستين تمر. طيب وهذا جنزبيل. كم الجنزبيل؟ ملعقة. مع كاستين تمر ملعقة. إيه؟ هذا اختياري ترى يعني. اختياري الجنزبيل اختياري يعني. في ناس بس يحطون التمر ويحطون الموية والدقيق طبعا اللي هذا الدقيق والتمر مع الموية ويعسون العصيدة. في ناس تبغى الفائدة يعني تقدرين تضيفين من الحب السوداء. هيل طبعا. أيوه. فلفل اسود بعد تزينين فيه الفلفل الاسود. لا الفلفل الاسود ما نحطه مع العصيده بعد. شوفينه بعدين ما تستوي نحطه فوقها. الناس يحب ياكله مع يعني نحط مثلا اللي عندي كاستين تمر مع ملعقه زنجبيل مع ملعقه جنزبيل. هذه اللي هي مع الحب السوداء راح تشوفين دحين. طبعا هذه طبعا فيها كاستين مويه. كاستين مويه مع كاستين تمر. مع كاستين تمر وبامكانك يعني تزيدين او تزيدين فيها يعني. طبعا تذوبين على النار. تذوبينها على النار طبعا. تذوب معك اصلا. تذوبيها بمجرد ما تحطينها على النار اصلا تذوب. شو اسمه تذوب. يذوب التمر. ايوه يذوب التمر معك مع النار. بعد ما يذوب التمر طبعا بعد ما يذوب معنا إيه؟ تقريبا إيه؟ يعني كم ينحط؟ 5 دقائق 10 دقائق يكون ذاب ولا اقل التمر على النار؟ لا لا 5 دقائق. 5 دقائق وهذا إيه؟ اللي حطيناه هذا جنزبيل. حطينا الحين هو اسمه جنزبيل ولا زنجبيل؟ جنزبيل. في ناس يسمونه كذا. حطينا شويه جنزبيل وجنزبيل والحبه السوداء حبه البركه طبعا يعني نص معلقه. هذه للفائده صغيره. اوكي بعدين نحرك على النار. نحرك على النار لين يذوب التمر. لا خلاص ذاب معك التمر تبدين تجيبين الدقيق طبعا. هذه الحين الأكلة العصيدة بالتمر هذه من أي منطقة بالمملكة؟ والله هذه مشهورة في جميع المناطق بس في المشهورة أكثر في المنطقة الشرقية العصيدة بالتمر. وفي المنطقة الجنوبية في الرياض في المنطقة الغربية يسوون نفسها يسوونها محلة يعني نفس الصيغة ما في تفرق يعني بس إنها تسمى محلة في المنطقة شو اسمه في الشرقية العصيدة يعني. يعني هي مشهورة بكل مناطق المملكة. ايه لكن مشهورة. كل واحد عنده اسم معين. مشهورة وفي ناس بعد يسويها مالحة بعد في ناس بس يسويها باللبن ما يسويها بالتمر. تصير بيضة من دون التمر بالدقيق. ايه بالدقيق بس في ناس سوها ما يعني ان شاء الله يوم يعني تسويها اي ان شاء الله يوم اسوي لكم المالحه. احنا نسويها بعد مالحه في منطقه الجنوب مع المرق واللحم يعني. ان شاء الله راح نسويها لكم. أيوه. ان شاء الله بعد يجي دورها ان شاء الله. لا اكيد ان شاء الله. ان شاء الله بعدين طبعا نضيف الدقيق. الدقيق كم نحط؟ احنا حطينا كاستين مويه وكاستين تمر. أيوه. الدقيق أيوه. كم؟ لا الدقيق تخلينه اختياري بعد وانت يعني اللي ما هو عارف مثلا زي كاستين مويه تحطين معها كاستين دقيق يعني. يعني كاستين مويه كاستين دقيق كاستين تمر. بس زي كذا تخلينها على النار تطول طبعا. أيوة. لما تطبخ
ترخي عليها البوتاغاز ايوه تخليها حوالي ساعه ونص على البوتاغاز بدون زيت ولا ثمن لا لا, لا أي بدون شيء. اي حاجه بدون اي حاجه تمام. حتى مفيده يعني قيمتها الغذائيه مره كبيره يعني بر وتمر وحبه أيوة. سوداء وجنزبيل مع صحيح. البرد هذا زي اشياء مره مفيده كلها يعني بس تخلينها على النار كل شوي تحركيها وتخليها على نار هادية تقعد لها يجي ساعة ساعة ونص على النار حتى تستوي زين وتحركي أيوة تحركيها كل شوي تحركيها وتخليها على النار شوفي لو تبان كدا. عندنا هنا على الشاشة شلون شكلها تقعد معنا تقعد. طب كيف نعرفها خلاص خلصت على النار كيف نطفي عليها أبد ساعة ونص تكفيها ساعة ونص ساعة ونص لا لا ما تلزق إذا كان النار واطية ولا لزقت ما يبين فيها يعني لأن عادي خلاص ما يغير يعني. نكهتها لا 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 ما يغير نكهتها أصلا لما تكون البوتاغاز على واطي ما راح تنحرق ولا راح تصير فيها شيء يعني ونقلب طول الوقت نقلب تقلبيها يعني كل شوية تقلبيها كل شوية تقلبيها وتخليها يعني أيوة. تقدري حتى تغطيها شوي بعدين تقلبيها شوي يعني تستوي معاك عاد وكمان حلوه للاطفال يعني اي للاطفال للكبار مفيده جدا هي طبعا حلوة. مفيده للكل يعني بس للكل للطفل إيه. جدا يعني مهمه اي للكل يعني كل طبعا هذه سبتيها طيب وبعدين نخليها على النار طبعا ايوه نغطي عليها ونخليها تقلب طبعا احنا جاهزين جاهز ان شاء الله أي عندنا طبق جاهز عندنا طبق جاهز هي تستوي هنا طبعا راح يكون عندنا الطبق الجاهز الحين يا مساعد لما نجي نحط الطبق الجاهز انا عن جد الاكله هذه يعني اشوف في ناس يحطوا عليها بعد ما يحطونها على الطبق يحطوا عليها سمنه من فوق احنا جاي محطين سمنتها كل شيء جايبين سمنتها اه يعني نحط عليها من فوق اي نحط فيها بعد ما تستوي بعد ما تستوي زي ما انت عارفه شوفي راح نوريكم السمن يشوفونها قبل ما نرفعها هذا شفتي ايوه طبعا هذا السمن سمن بري طبعا يا سلام حطيناه عليها شيء مره حلو إيه؟ هذا الفلفل الاسود اللي زي ما قلت لي نكهه إيه؟ طب ايش فايده الفلفل في ناس يحب الفلفل المفيد للفايده لا اكل ما يلسع كلسع لا لا حلو حلو يطلع طعم ذوقينه ان شاء الله شفتي هذا طبعا احط طبعا اغرف لك هذه طبعا جديده هذه طيب هذه ايش يعني هذه حلوه هذه والله للمحلة للعصيدة شفتي بدل ما انتي تغرفين في صحون كبار يمكن انتي ما تحبين تاكلين كثير أه. عرفتي نغرف لك على قدك اذا حبيتي تاخذين شيء ثاني أه. من ايوه كنت بقول لك حطي عليها سمن يعني يمكن السمن يعطيها نكهة ايوه خلينا ندوقها شكلها عن جد مرة حلو اعطيك الملعقة وتجلس كمان يعني ممكن لو احنا سويناها بكميات كبيره يا ام سعد مثلا زي هذه اي تجلس في الثلاجه تقدرين تجلسي في الثلاجه وتحمينها في الميكرويف تحمينها في الفرن أيوة. يعني تجلس ما تزيدي عليه شويه سمن شويه اي تزيدي عليه لا لا خلاص السمن تخلينا اختياري شفتي أيوة. في ناس ما يحب السمن يعني في ناس ما يحب السمن خلينا نذوقها ايش رايك؟ طبعا مع القهوه عن جد جدا رائعه لا عن جد جدا 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 رائعه ومفيده في نفس الوقت يعني عن جد تسلم ايدينك الله يعافيك عن جد انا كل يوم معاك بالطبخات هذا كل يوم اذوق طبخه شكل يعني عن جد شيء رائع وجميل تسلم ايدينك والله عن جد حلوه يعني ما شاء الله العافيه الله يعافيك تسلمين تسلم ايدينك يا ام سعد الله يعطيك الف عافيه الله يعطيك الله يعافيك ما نستغنى عن اكلاتك الله يسعدك ان شاء الله شكرا شكرا لكم مشاهدينا الكرام وشكرا لضيفتنا ام سعد اليوم كان عندنا طبخه او نوع من انواع الحلو اللي هو عصيده بالتمر مشتهره بجميع مناطق المملكه العربيه السعوديه شكرا Yeah.
فيكم من جديد طبعا بالعافيه يا سمر. يعني بالتاكيد العريكه مره رائعه ولذيذه، ودائما اطباق ام سعد فاطمه مميزه بالتاكيد، وتحديدا في الاكلات الشعبيه. وكانت منى جالسه تقول لي يعني، وحنا على الهواء طبعا، تقول لي انه اولادها مره يحبوا هذه الاكله تحديدا. صحيح العريكه العصيد، الاشياء هذه كلها اكلات صراحه جميله في فصل الشتاء، بتعطينا دفء لانه البر والتمر والامور هذه يعني، بس هي بتعطينا بس زياده بالوزن وسعرات حراريه مره مرتفعه. طبعا مشاهدينا اليوم مواضيعنا كانت مره حلوه ومره مفيده فعلا، اتمنى تكونوا فعلا استفدتم من هذه المواضيع، وتحديدا عن السعاده الزوجيه. أكيد. كيف نقدر نحل الخلافات الزوجيه من غير ما تاثر علينا وعلى اطفالنا ايضا، لان مشكله، لان فعلا بتعود على اطفالنا تحديدا بالاثار السلبيه، وبتفضل عندهم الى الكبر للأسف. من صحيح. تاثيرهم من هذه المشاكل اللي بتحصل بين الابوين، الاب والام. صحيح أكيد، والثقافة المالية أيضا كان لها نصيب وفير معنا في حلقتنا اليوم، وأخذنا مجموعة من النصائح من ضيفتنا الأستاذة هيام محمود. وبكذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا، نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بصحبتنا مثل ما إحنا دائما أكيد بنستمتع بصحبتكم. صحيح. ومتابعتكم لنا، ونلقاكم غدا بإذن الله في حلقة جديدة. إلى اللقاء، أترككم في رعاية الرحمن، إلى اللقاء.